أهلا بحضراتكم اللي بيشوفونا في مصر وبيشوفونا خارج مصر. تغطية إخبارية مستمرة معاكم لكافة الأوضاع في الشارع المصري وفي ميادين مصر وكذلك في المشهد السياسي بالكامل. يمكن من أول الأحداث اللي ممكن نتكلم عليها النهاردة في الساعات الأولى لهذا الصباح، كان في حريق كبير جدا في ميدان سفنكس، الحريق لعدد من المحلات التجارية المشهورة في المنطقة دي، وهي محلات يعني جنب نادي الزمالك تقريبا. الصور اللي معانا واضح انه في طبعا دمار لمعظم المحلات اللي طالتها ألسنة الحريق، واضح كمان انه في خسائر مادية كبيرة، ولكن الاهم انه الحمد لله ما فيش يعني اي اصابات بشرية، وفي سيطرة تمت من قبل القوات رجال الحماية المدنية لإخماد النيران اللي التهمت محال تجارية كبيرة. كان في عدد من المحلات التجارية لم يتم فتحه يعني قبل ما الحريق تصل ليه، والحمد لله ده ساعد كتير في أنه ما يكونش فيه إصابات بشرية. واضح هنا كمان أنه مش رجال الحماية المدنية فقط هم اللي بيقوموا بالسيطرة على إخماد الحريق، ولكن في تعاون بين أهالي المنطقة اللي طبعا كانوا موجودين أول ما شافوا الحريق لإطفاء وإخماد ألسنة اللهب. من الأخبار في المشهد السياسي ده كان في الشارع المصري وفي مكان مهم الحقيقة في شوارع مصر، و يعني الحمد لله مرت بخير وإن كانت الخسائر المادية كبيرة. المسلماني بيقول إنه أردوغان محدود الثقافة الدينية لكن الجهل التام بمقام الأزهر كان مفاجئا. تطاول آخر من رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي على وتدخل سافر في شأن مصر الداخلي، ولكن هذه المرة كان على فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، والحقيقة أنه هذا التدخل مستنكر وبشدة. التطاول على فضيلة الشيخ كان في جريدة تركية اسمها جريدة زمان، كان في إهانات وتعدي على فضيلة الشيخ وأيضا على المشهد السياسي في مصر. الحقيقة واضح أنه أردوغان يعني لديه الكثير من الأزمات الداخلية في تركيا بتؤثر عليه، لديه أيضا ضغط شعبي كبير في تركيا في الفترة الحالية منذ اندلاع أحداث تقسيم التي لم يتدخل فيها أحد وتحديدا مصر، وكذلك واضح كمان أنه في انتقادات موجهة لي من رجال الإعلام التركي وأيضا رجال الأعمال في تركيا، نظرا لأنه تصريحاته السريعة والغريبة أثرت كتير على وضع تركيا في منطقة الشرق الأوسط، وطبعا تصريحاته الخاصة تحديدا. أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية قال في كلمة له أن رئيس الوزراء التركي أردوغان محدود الثقافة الدينية، لكنه أوضح أن جهل أردوغان التام بمقام الأزهر كان مفاجئا، ووجه أيضا له كلمة بأنه يجب عليه الصمت ولدينا الكثير مما يمكن أن يقال لرجب طيب أردوغان. واضح أنه رجب طيب أردوغان كما قال المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية أنه يعني دائما ما يكون حديثه فقط عن الانقلابات، وأرجع المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية أنه هذا السبب نظرا لأنه أسير الانقلابات العسكرية في بلاده ولم يصل له مصطلح الثورة. رئيس الوزراء أيضا الدكتور حازم الببلاوي الحقيقة أنه استنكر وبشدة ما جاء على لسان رجب طيب أردوغان، وخاصة في سب وقذف شيخ الأزهر الشريف، وطالب رئيس الوزراء في تصريح له اليوم بعدم المساس كليا بأي من الرموز الدينية المصرية وكذلك الرموز في مصر، لأن ما يحدث في مصر هو شأن مصري خالص، هذا بالإضافة إلى كوني على رأس أكبر المؤسسات الإسلامية في العالم التي تعمل على نشر الدين الإسلامي الصحيح وتعاليمه السمحة. فيعني دي كانت من أهم التصريحات التي جاءت كرد فعل على
رجب طيب أردوغان وما قاله في إحدى الصحف التركية، صحيفة تدعى زمان، صحيفة تركية، ما قاله بشأن فضيلة الشيخ أحمد الطيب. من التدخل في الشأن المصري اللي مصر الحقيقة بتتحدث عنه وتعاني منه في هذه الفترة، ويمكن هناك تقصير من عدة مؤسسات لشرح الصورة بالكامل وما يحدث في مصر وحقيقة الوضع، إلا أنه أيضا لدينا قضية أخرى ويعني هي بتتصدر المشهد السياسي في هذه الفترة، وهي التعديلات الدستورية بعد ما انتهت لجنة 10 من عملها، وتم بالفعل لجنة 50 والحديث عن أعضاء لجنة 50 وبدأوا فعلا في المهام الخاصة بهم. الصحفيين، نقابة الصحفيين بتدين تجاهل لجنة 10 لمطالبها في التعديلات الدستورية، ده أول ما حدث بعد ما انتهت لجنة 10 من تعديلاتها. أعلنت النقابة رفضها لما وصفته بتجاهل لجنة 10 لكل التعديلات والمقترحات اللي قدمتها النقابة. النقابة أكدت أن اللجنة تجاهلت المطالب الدائمة للجماعة الصحفية في مقدمتها نصوص الخاصة بمنع غلق الصحف بأي طريقة، حرية الصحافة، كان في كمان بعض المطالب الخاصة بكارنيه الصحفيين في الظروف الحالية في مصر علشان يقدروا ان هم يتحركوا وينقلوا الأحداث ويكون في يعني تحرك سلس ليهم أكتر من المواطنين العاديين. والكارنيه ده الحقيقة بقى عليه بعض القيود لأنه لازم يتم إصداره من جهات معينة، وبالتالي ده بيؤيد من حركة الصحفيين خاصة في الفترة الحالية اللي مطلوب فيها حركتهم بشكل أسرع لنقل الأحداث. معنا خبر عاجل، البابا تودروس الثاني يجري اتصالا هاتفيا بشيخ الأزهر لإعلان رفضه تطاول رئيس الوزراء التركي أردوغان على فضيلته. آخر الأخبار العاجلة معنا على الشاشة، و يعني ده رد فعل آخر، رد فعل سريع للرد على رجب طيب أردوغان الذي ينشغل بحال المصريين أكثر ما ينشغل بحال ميدان تقسيم والضغط الشعبي الذي يقع عليه في هذه الفترة. نقابة الصحفيين كمان لسه في الخبر الخاص بنقابة الصحفيين وإدانتها لتجاهل لجنة 10 لمطالب كثيرة كانت طرحتها خاصة بالتعديلات الدستورية. نقابة الصحفيين أيضا كان لها بعض المطالب الخاصة بأنه يكون في نقابة للصحفي ونقابة للإعلامي. واضح انه الامور دي لم يتم مناقشتها او النظر لها من قبل لجنة 10، وبالتالي زي ما احنا شايفين نقيب الصحفيين الدكتور ضياء رشوان على الشاشة في مؤتمر صحفي بيتحدث فيه عن المؤتمر ده، طبعا كان امبارح عقد بالنقابة مساء أمس، وقال في هذا المؤتمر بيان أصدرته النقابة عقب اجتماع لمجلس إدارتها، وأن التعديلات تجاهلت النص على أن الصحافة سلطة رابعة، وده كان مطلب رابع، يعني أنا قلت ثلاث مطالب ده المطلب الرابع، وتجاهلت أيضا مقترحات النقابة بحق الصحفي في الحصول على المعلومات الخاصة بأحداث كثيرة بتحدث في الشارع المصري وفي ميادين مصر في هذه الفترة. ولكن هنا بيطرح الحقيقة سؤال مهم خاص بهذه النقطة تحديدا اللي أشار لها نقيب الصحفيين في هذا المؤتمر اللي عقد بالأمس، إنه المعلومات المطلوب توفرها وإنه الصحفي يجب أن يحصل على هذه المعلومات بشكل سريع وبشكل سهل إنجاز مهمته الصحفية وإنجاز أيضا ما هو مطلوب منه في هذه الفترة، إزاي هيتعامل مع هذه المعلومات؟ ما هي القواعد الموضوعة لي للتعامل مع هذه المعلومات؟ يعني هل هو مؤهل بالكامل للمعلومة اللي بتقع في إيده علشان ينشرها للناس بشكل واضح وصريح؟ ولا ممكن انه هذه المعلومة يعني يضاف عليها ما يضاف وبالتالي لا تصل كما يجب للقارئ، خاصة ايضا في هذه الفترة؟ اذا كان مطلوب انه المعلومات تصل لي بسهولة في هذه الفترة، فايضا يجب الرد على هذا السؤال بشأن المعلومات التي تقع في ايدي الصحفيين. هيكون معانا طبعا متابعة
ومداخلات هاتفية خاصة بهذا الخبر، لأنه طبعا بيتصدر المشهد في هذه المرحلة. نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر أؤيد بقاء المادة الثانية بالدستور وحذف المادة الثالثة. طالب الدكتور القس أندري زكي نائب رئيس الطائفة الإنجيلية مدير الهيئة الإنجيلية ببقاء المادة الثانية في الدستور الجديد، وطالب أيضا بحذف المادة الثالثة المتعلقة، المادة الثالثة متعلقة باحتكام غير المسلمين من المسيحيين واليهود لشرائعهم، مؤكدا أنها مادة تكرس للطائفية. حبس أسامة ياسين 15 يوم للتحريض على القتل في أحداث رمسيس. القبض على قيادات جماعة الإخوان المسلمين بيتم على قدم وساق من قبل الأجهزة الأمنية، في أسماء معروفة لينا جدا وفي أسماء غير معروفة ولكنها كانت بتقوم بمهام قوية جدا ما بين جماعة الإخوان المسلمين. أسامة ياسين طبعا معروف لأنه كان وزير شباب جماعة الإخوان المسلمين في النظام السابق. أسامة ياسين أيضا هو من ينسق ويهندس لاعتصامات جماعات الإخوان المسلمين الأخيرة كما يقال عنه في المعلومات التي طرحت فور القبض عليه. القبض على أسامة ياسين كان في فيلا في التجمع الخامس، ويعني كالعادة كان هناك تنكر في شكل الشعر، كان مصبوغ والملامح متغيرة. كان مع أسامة ياسين أيضا اثنين من جماعة الإخوان المسلمين تم القبض عليهم. أمن الدولة تحقق مع نجل صلاح سلطان بعد ضبط خريطة تفصيلية لحرق مصر. مصادر قضائية قالت أن نيابة أمن الدولة العليا بدأت في التحقيقات مع محمد صلاح سلطان، نجل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين صلاح سلطان، بعد القبض عليه داخل منزله في منطقة زهراء المعادي، وكان معاه ثلاثة آخرين من أصدقائه. تبين من التحريات والتحقيقات الأولية أنه نجل صلاح سلطان عثر معه على خريطة تفصيلية، الخريطة مكتوبة بخط الإيد عن أعمال عنف وحرق أقسام شرطة وتقسيم مصر لأربع دول. وبمراجعة خريطة حرق مصر اللي ضبطت مع المتهم تبين أنه جميع أعمال العنف اللي نفذت في الفترة الأخيرة كانت مطابقة تقريباً بالكامل للمعلومات المكتوبة في هذه الخريطة اللي عثرت معاه أثناء القبض عليه. كان معاه كمان هاتف يسمى بهاتف الثريا، هاتف الثريا من أهم الخصائص لأنه متصل بالقمر الصناعي. وزير الداخلية بيقول جهودنا ستتواصل للإجهاض المبكر للبؤر المتطرفة ومحاولات إحياء فعاليات التنظيمات التكفيرية. وزير الداخلية لواء محمد إبراهيم استعرض مجمل التطورات الأمنية اللي تمر بها البلاد في الفترة الحالية في لقاء بقيادات وضباط مديريات أمن القاهرة والجيزة والأليوبية. وزير الداخلية قال في المؤتمر اللي في جزء منه على الشاشة الآن إنه أعمال الإرهاب اللي تشهدها البلاد مؤخرا أمر متوقع يتسق مع تقديرات الموقف والتي ترتكز عليها الخطط والإجراءات الأمنية، وأضاف إنه جهود الأمن المكثفة ستتواصل للإجهاض المبكر للبؤر المتطرفة. معنا خبر عاجل، مصدر أمني بيقول ارتفاع ضحايا الشرطة منذ فض اعتصامي ربع والنهضة إلى 106 شهداء و 915 عفوا مصاب. استطلاع بصيرة بيقول أنه 69% من المصريين يرفضون استمرار جماعة الإخوان المسلمين. استطلاع للرأي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام بصيرة أنه 69% من المصريين يرفضون استمرار جماعة الإخوان المسلمين في الحياة السياسية المصرية، في حين يوافق 6% فقط من المصريين على استمرار جماعة الإخوان المسلمين في الحياة السياسية. والدكتور ماجد عثمان مدير المركز قال أنه الاستطلاع ده تم إجراؤه باستخدام الهاتف المنزلي والمحمول على عينة احتمالية، العينة دي بتقدر ب 1395 مواطن، الفئة العمرية 18 سنة
وده كان من عدة محافظات مختلفة. الفترة التاريخية والزمنية كانت من 19 ل 21 أغسطس الجاري. الحقيقة أنه دايما استطلاعات الرأي في مصر بيكون يعني عليها بعض علامات الاستفهام على مدى صحتها لما يتم من استطلاع رأي، سواء بالفئات العمرية اللي بيؤخذ رأيها، سواء بالأماكن، الطريقة اللي بيتم بيها استطلاع الرأي، هل هي كافية للنتيجة والمحصلة النهائية اللي بتخرج بيها مراكز استطلاع الرأي. يمكن الموضوع ده كان مطروح بكثرة وقت الانتخابات البرلمانية تحديدا، ويعني استطلاع بصيرة قدم ما لديه من معلومات قبل ما يقول النتيجة، وأنه الفئة العمرية كانت تقريبا 18 سنة. أمين المجلس الإسلامي اللبناني الجيش المصري وأدى الفتنة وحافظ على وحدة مصر، ده كان رد فعله على ما يحدث في مصر الآن. أكد أمين عام المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في لبنان الشيخ خلدون عريمط أن الجيش المصري تحرك بعدما شهدته البلاد في 30 يونيو لوأد الفتنة والحفاظ على وحدة مصر، أن حق الشعب المصري مقدم على حق أي جماعة سياسية أو أي حزب سياسي أو حتى حزب ديني. وقال إننا نعتبر أن الحركة التي قام بها الجيش ليست حركة انقلابية كما يقال، بل هي للحفاظ على وحدة الشعب المصري وعلى كيان الدولة المصرية وعلى الجيش المصري، هذا الجيش العربي الذي قدم مئات الآلاف من الشهداء في سبيل القضايا العربية المختلفة وليس فقط القضية المصرية. حزب الدستور بيطالب باعتماد نظام القائمة النسبية في الانتخابات البرلمانية، وحزب الدستور كان ليه عدة اقتراحات ومطالب للحكومة الحالية بعقد حوار موسع مع القوى السياسية ومع كافة المتخصصين في الشأن السياسي لبحث أنسب نظام انتخابي لمصر. ودعا الحزب لاعتماد نظام القائمة النسبية بناء على دراسة مبدئية مع تصغير مساحة الدوائر لتحسين قدرة البرلمان القادم على التعبير عن مختلف توجهات الشعب المصري، وكذلك تجنب إهدار أصوات الناخبين اللي بيعاني منها النظام الفردي. في حوارنا اللي جاي هنناقش هذه القضية بشكل أكثر تفصيلا، الكثير من الأسئلة هتطرح على ضيوفنا، وأنسب طريقة للمجتمع المصري للانتخاب، خاصة ان كل دولة في النهاية بتختار الطريقة اللي تناسبها، كل دولة هي أدرى بحلها. القوى العاملة سلمت مجلس الوزراء قانون تنظيم العمل النقابي. وزارة القوى العاملة انتهت من تسليم نص قانون تنظيم العمل النقابي الذي أقر بإجماع الاتحادات العمالية إلى مجلس الوزراء يوم 26 أغسطس يوم الاثنين امبارح، وتم تسليم نص القانون مع مذكرة إضاحية شاملة للعرض. آخر خبر معانا، وزير النقل بيقول 250 مليون جنيه خسائر توقف القطارات بسبب الأحداث الأخيرة. مصر تعرضت طبعا لتراجع اقتصادي كبير في الفترة الأخيرة بسبب ما يحدث في الشارع المصري. الدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل والمواصلات قال إنه الخسائر اللي تعرضت لها هيئة السكك الحديدية جراء توقف الحركة بسبب الأحداث الأخيرة منذ فض اعتصامي ربعة العدوية والنهضة بلغت 250 مليون جنيه مصري. وأوضح الدميري في أول مؤتمر صحفي لي منذ تولي هذا المنصب في الحكومة أنه توقف الحركة هدفه حفاظ على حياة وسلامة الركاب، ونعلم تماما أن توقف هذه الحركة غير مفيد للوطن وتعود بسلبيات كثيرة على الاقتصاد القومي، لكن تأمين حياة الركاب في هذه الفترة هو الأهم، وبالطبع هو أهم بكثير من الخسائر المالية. يعني منذ توقف أو منذ فض اعتصامي ربعة والنهضة في الكثير من الخسائر، في الكثير من الأمور التي لم يتم إيضاحها حتى هذه الفترة. أيضا هناك استفسارات بشأن يعني وجود تقارير توضع أمام الرأي العلني. النيابة العامة هي أعلى سلطات التحقيق، وبالتالي كان يجب أن يكون منذ فض الاعتصامين بأن دلوقتي أسبوعين تقريبا هناك تقرير موضوع أمام الرأي العام العالمي، أي يعني اتحاد أوروبي، أي بلد بتتحدث عن الشأن الداخلي المصري يكون قدامها التقرير ده، وبالتالي نحن نستبق الأحداث ولا نتأخر،
ونأخذ موقف قبل أن يأخذه الآخرون. فاصل ونبدأ مع حضراتكم حوارنا بشأن هذه النقاط.